يلا نكمل بقية العربيات. طبعا مش هتأخر زي المرسيدس قوي. العربية رولز رويس دي زي ما انتم شايفين صنعت سنة 31 وكان اسمها فانتوم كونفرتبل كوب، الشبح يعني. وأول إنتاج ليها كانت سنة 1925، بس اللي احنا شايفينها دي هنا سنة 31. مش هتصدقوا ايه بقى، دي أول عربية اتعمل عليها باتنت، اتعمل عليها حفظ ملكية أو حق حفظ الملكية سنة 886، ودي بقى اللي عملها كارول بنز. كارول بنز ده اللي أسس مرسيدس بنز بعد كده، بس هي دي أول عربية هو قدمها وعمل عليها الحق براءة الاختراع عليها، وكان فيها أول موتور يشتغل بالجازولين اللي هو الانجن، وموتور من بيستم واحد بس اللي هو بيسموه وان كومبانشن انجن. تاريخ هنا مكتوب هنا كل حاجة. ده كارول بنز مؤسس مرسيدس بنز، بنز باتنت موتور واجن. وده الختم بتاعها. دي بقى يا جماعة أول بداية العربيات، شوف العربية بدأت فين وبقت فين دلوقتي. شوف الجمال يا جماعة، ايه الجمال ده، العربيات القديمة دي كلها. تعالوا نشوفوا ايه دي. دي العربية اصطنعت سنة 1908 اسمها Economy Model B Motor Buggy، كانوا بيسموها شكل الحنطور اللي بموتور، هو الموتور باجي دي معناها كده، الحنطور اللي بموتور. سنة 1908 شوف العربيات بدأت فين، شوف التكنولوجيا واللي عندنا دلوقتي في العربية. هنا السيمبل بتاعت البنية. Hello. How are you doing? ودي سنة 1910. بس في 1910 بقى ابتدى يبقى ايه؟ 1908 1910. حصل طفرة في السيارات سريعة سريعة الصراحة. كراسي شبه كراسي الانتري، صممها بنفس الطريقة. بنزينك وفراملك، الكاوتش بتاعها. دي مرسيدس انتاج سنة 27 اسمها موديل كي فليت وود. العربية يا جماعة شكل الدبابة لو شفتوها الحقيقة ضخمة ضخمة، يعني ما اقولكمش. طبعا العربية دي برضو بملايين. ايه الجمال والنظافة بتاعت العربيات دي. كرايسلر. يلا بينا بورش 2004 كاريرا جي تي. عارفين الممثل بتاع فاست اند فيريوس اللي هو اسمه بول ووكر؟ بول ووكر مات في عربيه زي دي اللي هي الكاريرا جي تي. العربيه دي نادره جدا، معمول منها 500 بس على مستوى العالم. بس لما تشوفها شكل الطياره الصراحه. دي فيراري.
ودي فيراري 275 جي تي بي. عربات من العربات دي كتير يا جماعة طالعين في مجلات، وعربات منهم كسبة سباقات او يعني كومبيتيشن على احسن عربيات وحاجات زي كده، عربات كلاسيك وانتيكات. شكل النظام ازاي؟ شيفورلي كورفيت برضو، فين الجمال؟ شايف الجمال؟ دي سنة 1960 شيفورلي كورفيت. الاستيكر بتاعها الاوريجينال كانت ب 4530، ده الاوريجينال ستيكر بتاعها دلوقتي بفلوس العربيه دي. Is that the original sticker on it? It's a reproduction of the original sticker, yeah. Okay. So it was $4,500 new? $4,500. But you were also making 35 cents an hour. Wow. Yeah, yeah, you got to put it into perspective of just how expensive that actually is. So it was a lot of money back then. Yeah, like I said, you could buy a Cadillac for $5,000. Yeah. With a Cadillac, you got power steering, power brakes, air conditioning. This car has none of that. None of that. It's $4,500. Yeah, wow. It was expensive. They were really expensive cars for their day. Yeah, I bet. جميلة. بيقول لك العربية دي كانت ب 4500 دولار، بس كانت الناس زمانها بتعمل 50 سنت للساعة، فكانت بالنسبة للناس غالية جدا جدا أيامها. دي ام جي اللي اشترتها شركة صينية مؤخرا، أو اشتغلوا مع شركة صينية مؤخرا وعملوا الام جي 60 اللي هي نزلت مصر. دي سنة 54، انتاج سنة 54، اسمها ام جي تي اف رودستر، اللي هو الرودستر ده اللي هو بيبقى يعني مفتوحة من ورا، في ناس يقولها كونفرتبل أو رودستر. طبعا انجلترا الدركسون بتاعها على اليمين زي ما انتم شايفين كده، رولز رويس كمان. الناس دي ايه رولز رويس وعربات اللي مرمينا في كل حته دي؟ دي 1926 رولز رويس فانتوم. And horses and all of the gear and the tackle associated with them. They are now. The العربات دي على الحقيقة ضخمة بقى. ما تفكرش عربات دي صغيرة. يعني الشكل اللي قدام ده كبير قوي. So you are encouraged, if you will, in your motorsports park. You're encouraged to do so. It's the carriages. المعرض العربيات ده معمول على نادي خيول. هيعملوا عرض للحصانة. شايفين هناك نازلين بيهم من فوق. في الناس الرايقه دي عاملين بيكنيك على الباك بتاع الرولز رويس بتاعتهم. تعالوا دلوقتي نخش على الامريكان ماسل كارز، هاخد لكم واحده واحده كده بسرعه. دي 1964 ريفيرا، بيويك ريفيرا. عربية طبعا نظيفة، عربات كلها هنا يعني ما اقولكش على النظافة والجمال بتاعت العربية، لو طالعة من المصنع بتاعها مش هتبقى بالنظافة دي. كل حاجة جواها زي ما طلعت من المصنع وأحسن كمان. ايه الجمال ده؟ Yeah, that was like a
ودي برضو بيويك ريفيرا ودي برضو بيويك ريفيرا سنين مختلفة. دي في السبعينات دي السبعينات. ودي بيويك 82 برضو ريفيرا نفس العربية دي نفس العربية اللي فاتت دي. يعني 60 70 70 80 سنة 80. ابتدت العربيات تصغر بقى في الثمانينات شوية. برضه تحفة وجميلة من جوه نضيفة قوي. ريس كار دي عربية كانت بتاعت سباق. ده صاحب العربية تأمل في جمالها. دي كوبرا. العربية دي بفلوس بالهبل يا جماعة برضه عشان ناس كتيرة بتجمعها قوي. كين كوبرا. جمال والنظافة. واو شايفين الموتور 427 فورد كوبرا. جوه الانتيريور بتاعها الشكمانات بتاعتها على الجنب ازاي. كلاسيكيات البورشة 1977 بورشة سنة 77 924 كوب اللي هي بابين. يعني شوف بورشة زمان كانت فاضية ازاي. دي سنة 77 بورشة الانتيريور بتاعها عادي خالص. انا فاكر الحتة بتاعت المشمع دي ولا الموكيت اللي كانت الناس بتحطها زمان على العربيات بتاعتها على التابلو. شوف ورا فيها كل الحاجات بتاعتها من ايام ما كانت طالعه زيرو. هنا الناس بتعشق الديتيلز للعربيات دي. يعني الحاجات اللي هي الحاجات دي هي اللي بتبيع العربيه ساعات. او الناس اللي بتجمع العربيات هاويه بتبقى هاويه الحاجات دي. ودي بورشه تانية مش عارف سنه كام دي الصراحه. تعالوا نبص عليها. كرسي فيها ريس سيتس. برضو الانتيريور بتاعها بلين خالص مفهوش حاجة. ودي بورشا 968 CS موديل 93. They did the same thing with Mitsubishi. 1971 Alfa Romeo سنة 71 ألف رومية. دي موديل 62 اسمها لوتس سوبر 7. كانت عربية بتاعت ريس زمان بتاعت سباق سنان زمان. المرسيدس وحبايب المرسيدس بقى. دي سنة 72 مرسيدس 600 SWB ليموزين. يعني كانت معمولة زي للناس اللي هم رجال أعمال وكده الناس المهمين. ليموزين سوري تي كار نفراني It's a nice car. دي بقى زي ما تقول الاس كلاس بتاعت زمان 600 اس كلاس. العربيه ضخمه على الحقيقه يا جماعه ضخمه. العربيه دي في السبعينات صنع منها 2600 عربيه فقط على مستوى العالم كله. بيويك 1940 تحف. ودي بيوك 4C
بيويك 4C اللي هو البونتاك اللي احنا بنقول عليها بونتاك عندنا سنة 1938 دي. شوف الجمال والنظافة جوه عامل ازاي. ودي برضو بيويك أو بونتاك سنة 1930. ودي برضو بونتاك سنة 34 98C. نفس الكاميرا تطلع ضخامة السيارات دي لأن العربية طويلة قوي، والحتة اللي قدام دي الكبوت دي إيه طويلة، بس طبعا في الكاميرا بتطلعش قوي. ورا شكله ما عامل ازاي. بتاعت الخمسينات دي بيويك او بونتاك سنة 53. فاكرين بقى العلامة دي كانت موجودة في افلام الستينات كلها. شايفين الجمال من جوه. كروم بقى جوه والديتيل في العربيه كويسه وجميله قوي. دي بيويك 8 برضو بونتاك 8 سنه 41. شايفين دي عامله ازاي برضو. دي نفس القصه 41 نفس العربيه دي برضو. ودي ديل 59 بيوك برضو او بونتاك. بونتاك الصراحه كانت عامله شغل زمان كتير، دلوقتي خلاص اختفت. سوري. شايفين الجمال جوه عامله ازاي. شيفروليه بيل اير 57. شايف النظافة بتاعت الموتور. الشيفروليه بتاعت زمان كانت عامله ازاي. فين الجمال. سوري. Thank you.
شباب خلصنا اليوم، يوم جميل طبعا. اي حد بيعشق العربيات هيستمتع بالفيديو ده جدا. يا ريت تعمل لايك لو الفيديو عجبك، واعمل سبسكرايب للقناه علشان تشوف مني حلقات جديده. هجيب لكم فيديوهات جديده ثانيه جميله وحلوه، واكتب لي في الكومنت ايه اللي تحب تشوفه في الفيديو الجاي، واشوفكم حلقه جديده. السلام عليكم.